مرحبا، نحدثكم عن طفل مبدع اسمه حمزة. وحمزة ينتمي إلى عائلة مكونة من 6 أفراد، أم وأب يجد عملا، فقد عمله في ريف دمشق، وهل لديه أخ أيضا مريض في الربو، وكان لابد العائلة أن تنزح لكي تجد دواء للطفل وطعاما تأكله. وهكذا رحلوا إلى منطقة المرج في لبنان، هناك وجدوا من أعطاهم بيتا دون مقابل ولمدة محدودة، ووجدوا أيضا مدارس الأمل التي فتحت ذراعيها لاستقبالهم. حمزة أحد هؤلاء التلاميذ في مدرسة الأمل، وهم لاحظوا في الإدارة أن هذا الطفل متميز مبدع، فأعطوه ما يريد كي يخترع ويبدع، وهو أبدع واخترع. تابعوا الطفل حمزة الذي يدرس في مدرسة الأمل التي ترعاها مؤسسات عديدة، أهمها مؤسسة سواسية الخيرية. أنا اسمي حمزة، صار لي طالع من سوريا 3 سنين. هواياتي المفضلة إنه أسوي اختراعات. الاختراعات بسويها من أشياء إنه ما بحتاجها، مثل النينة، فلين، نزة، بجمعهم مع بعضهم وبسوي اختراع. أدرس بمدارس الأمان، بس يطلب مني بالمدرسة إنه أسوي هاي دغري بأنجزه. طالب مميز، ذكي، مبدع، دائما عنده أفكار جديدة، ما بيحب مجرد إلقاء معلومات أو بيتلقى تعليم، بيحب إنه هالمعلومة بيجربها حتى لو كانت على أي مجال. يعني بيحب يلمس كل شيء بإيده، بيحس فيها كل شيء جديد. هواية الاختراع والاستفادة من الأشياء البسيطة قدرت من خلال البرنامج التعليمي المستمر ابتكار روبوت. هالروبوت إذا غيرته بشكل كبير ممكن ننقل من مواد البناء من مكان لمكان. بهالطريقة بكون ساهمت ببناء سوريا بعد ما دمرت الحرب.